الائتلاف الاسلامي الحر. هو الائتلاف الاسلامي الحر ده متشكل من مجموعه افراد من التيارات الاسلاميه المختلفه، هدفها الاساسي من ضمنهم ناس من ضمن شركه الثوره، من ضمن 125 يعني الله يا ربنا نحفظ لك عبد الله، يعني شاركت من 25 بالليل، حضرت من بعد العشاء الميدان وكملت. وفي اخوه من المعتقلين اللي خرجوا بفضل الله ثم الثوره حصلت، فناس خرجت من المعتقلين مثل الدكتور احمد عجيزي اللي هو رئيس الائتلاف. احمد عجيزي ده كان مواطن مصري برضه اتخطف من السويد، سي خطفته وكان ليه قصه برضه. يعني حقوق الانسان اللي بره طالبت بيها وحقوق الانسان المصريه ما سابته. تمام، ايه هدف الائتلاف بتاعكم؟ هدف الائتلاف الاساسي هو استكمال مسيره السلام وتسليم السلطه لحاكم مدني منتخب من الشعب، يعني الشعب اللي يختاره هو اللي يجي. تمام، بس هو ده 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 اهم حاجه. وطبعا ايه، حفظ الثوره من التزوير، لان كل دلوقتي بيتكلم باسم الثوره. اجي ابص على اللي كان في الثوره مين، ما لاقيش حد من اللي كانوا يضحوا في الثوره. يعني الشاب اللي مثلا اللي ظهر في شارع القصر العيني قدام المدرعه، فين هو؟ الشباب اللي يعني اللي ضحت، الراجل اللي طلع اللي طلع وراح جاب الضابط من في المدرعات والناس كتيره، راحوا فين؟ هل دول ظهروا في الاعلام؟ ما ظهروش. فهو شعب مصر عمل الثوره، وفي ناس عايزه ايه؟ تاخد الوش بس. طيب انت بتقول ان تسليم السلطه للسلطه المنتخبه، يعني السلطه المنتخبه دي اللي هي مجلس الشعب؟ والله طبعا مجلس الشعب طبعا. لو طبعا، لان لو كان بيقول لك مش عايزين نستلم السلطه يبقى نعمل انتخابات رئاسيه مبكره. انتخابات رئاسية مبكرة، يعني مش هستنوا شهر 6؟ والله شهر 6 ليه؟ ايه اللي يمنع انها تتم بدري؟ انت عامل انتخاب مجلس الشورى، مجلس الشورى ليه ازمة؟ عمال بلد منهكة اقتصاديا، بتزود عليهم اعضاء مجلس الشورى ياخدوا مرتبات وفلوس ومزايا، وانا شعب فقير. طب ما تلغي مجلس الشورى ده واعمل انتخابات رئاسية. بس هو القصة كلها انه عايز يظبط نفسه عشان خاطر يعمل الدستور اللي هو على مزاجه. طب ايه موقف الائتلاف من الاخوان والسلفيين؟ يعني هو طبعا بص، هو اختلاف، هو شايف ان هو يمشي سياسيا لتحقيق الاهداف، واحنا شايف ان احنا ايه نحافظ على الحاله الثوريه اللي في الشارع بقدر المستطاع، ضغطا على المجلس العسكري عشان يسلم السلطه. المجلس العسكري مش هيسلم السلطه كده ايه بسهوله، مش هيجي يقول يا جماعه خدوا شركاتي وخدوا مصانعي وخدوا الامتيازات وخدوا لوجه الله يعني. والا كان سلمها من سنه يعني راجل. بس هي دي يعني الاختلاف بسيط بيننا وبين الاخوان، ولكن احنا مش يعني انتوا مش طيار السلفي. هل انتوا محسوبين على طيار السلفي او طيار الجماعه الاسلاميه؟ هو احنا زي ما قالوا الاخوه بتاع شريف كوستا، يعني الائتلاف زينا، قال لك احنا اللي بنحاسب على المشاريع. لا الطيار الاسلامي الاساسي راضي عنا، ولا الطيار الالماني راضي عنا. هم احنا بيقولوا انتوا كده ايه يعني، يا اما بيسمونا الاسلاميين الثوريين كده يعني. تمام. انت محسوب على اي نوع من الطيارات السلفيه وعلى اي نوع من ده؟ احنا كنا مسلمين سلفيين يكون مسلمين، يعني هل محسوب عليه يعني سياسيا؟ يعني محسوب بالسلف على انا طيار من الطيارات السلفيه ايديولوجيا، يعني ايديولوجيا سلفي اخواني. انت كده بتعوم الفكره برضه. ما انت فاهم يعني ايه اخوان مسلمين؟ يعني هل الاخوان المسلمين دول لو اللي غيرهم مش اخوان؟ تمام صح. هل السلفيين دول اللي غيرهم السلفيين؟ السلفيين نفسهم فيهم كيانات كتيره مختلفه ومتنوعه. السلفيين بقى اصلا مش كيان، التنظيم. ما هو مش تنظيم. هقول لحضرتك يا جماعه، دعوه الشباب الاسكندريه كافيك كمان كافيك الاخوان تنظيم.